الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب 39، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، عند يعني وقت ولادته او قرب ولادته، يعني ايه؟ اما بعد الولادة مباشرة او قريب من ولادته، بعد ايام، يومين، ثلاثة، ان كان لا يوجد من يحنكه فلك ان تؤجل، لكن الافضل ان يكون اول ما يدخل في جوف الصبي هو ريق الصالحين المختلط بذكر الله وبالقرآن، لأن حركة اللسان تولد الريق، وحركة اللسان بالذكر يتولد ريق مبارك. فأهل القرآن وأهل الصلاح ريقهم ناتج عن ذكر الله كثيرا، وبالتالي يحدث بركة كبيرة من دخول هذا الريق الصالح المتولد من ذكر الله في جوف الصبيان، فيكون سببا لصلاحهم، وهو من باب التبرك بالصالحين. استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الى صالح، يبقى اللي يحنكه رجل صالح، يعني من اهل الذكر واهل القران واهل الطاعه واهل الايمان. وجواز تسميته يوم ولادته، العاده السنه تسميته يوم السابع، ده السنه، علشان ياخذ فتره يحسن اختيار الاسم ويتفق مع الزوجة ومع اهله على اختيار الاسم، بدلا ما يختار اسمه متسرعا تلومه الزوجة او يلومه ابي او يلومه احد. فالافضل انه هو يؤخر تسمية الى 7 ايام، لكن لو سمى يوم ولادته في الحال جائز، يجوز ذلك، يبقى تسميته يوم ولادته لحظة ولادته جائز. طب والافضل تاخيره حتى يختار الاسم المناسب له، يعني حسن اختيار الاسم ايه من اداب الاباء نحو الابناء، ان يحسنوا اختيار اسمائهم. واستحباب التسميه بعبد الله وابراهيم وسائر اسماء الانبياء عليهم السلام. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير عن الامام إلى الإمام مسلم في صحيحه الحديث 36 بعد 705,000، قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. أبو طلحة الأنصاري زوج أم سيدنا أنس بن مالك، لما أنجبت أمه عبد الله من أبي طلحة أرسلته في لفته مع أخيه أنس لأنه الأكبر منه وكان خادم للنبي، قالت له اذهب به الى النبي يحنكه صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله. يهنأ بعيرا، والنبي كان بيعمل ايه؟ يهنأ بعيرا، يعني يطلي البعير بالهناء وهو القار، من ضمن علاج الجمال بيصيبها امراض جلديه كالجرب وغيره، فكانوا علشان يقيها من الامراض الجلديه كانوا ايه؟ يطلوا جسمها بالقار. لحد دلوقتي في بعض الامراض الجلديه بتعالج بهذا القار لحد اليومين هذا، زي الصدفيه وغيرها بتعالج بالقار، والقار يسمى الهناء، يبقى يهنأ يعني يطليه بالهناء
أي القار، واخد بالك؟ يبقى النبي كان يراعي ما يستعين الله عليه من إبل الصدقة ومن إبله، وأنه كان في مهنة أهله، وأنه كان متواضعا، عنده خدم كثير، وبالرغم من ذلك يقوم بعمل بيده، كان ممكن أن يأمر غيره أن يفعل ذلك. هذا كله يدلك على يعني حسن خلق هذا النبي وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يتكبر عن فعل بعض المهن التي يحتاجها الإنسان. يهنأ بعيرا له فقال: هل معك تمر؟ جاي له يقول له يحنكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن. يبقى النبي عمل ايه؟ اخذ التمرات ونضغها، نضغها يعني لاكها في فيه، يعني نضغها، فاختلط التمر بريق النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك له طريقتان، انه وهو في فمه التمر مختلط بريقه بعدما ذاب، ان يضع فمه في فم الطفل ثم يمج ما في فمه في فم الطفل، هذه طريقة. او الطريقة الثانية ان يأخذ بيده من فمه ويمسح جوانب فم الصبي، دي طريقتين للتحنيك، واضح؟ فألقاهن في فيه صلى الله عليه وسلم فلاكهن، ثم فغر فاه الصبي، فغر فالصبي فمجه في فيه، يعني قذفه، مجه يعني قذفه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، يتلمظه يعني يحرك لسانه، الصبي حرك لسانه يبلعه، يعني يقول لك يتلمظه يعني يحرك لسانه ليبتلع ما دخل في فيه، يبقى اسمه يتلمظه، يدير لسانه في فيه ليبتلعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. يعني من الصغر كده لسه مولود وبيحب التمر، يعني تلذذه وابتلعه، كأن النبي يقول حب الأنصار التمر، تعجب، خبر يراد منه التعجب والاندهاش. وسماه عبد الله، اول ما اتولد اهو، يبقى يجوز التسميه في اول الولاده، ما قال لهمش استنوا اسبوع، هو اختار له اسما عبد الله. عبد الله هذا كان ابنا مباركا بسبب هذه البركه التي حدثت له، فانجب 10 من الولد كلهم حفظوا القران. عبد الله ده يبقى في بركه كثيره تحدث. ويجوز التحنيك بأي شيء فيه حلاوة ولو لم يكن تمرا، يعني افرض ما فيش تمر وانت عايز تحنك المولود، ان شاء الله تحب ملبسة شوكولاتاية، اي حاجة حلوة، شوية سكر تحطهم في بقى كده يختلطوا مع ريقك، وبعدين ايه تمسح بهم فم الصبي او تمجه في فيه، بس يشترط ما يكونش عندك برد ولا انفلونزا ولا عندك مرض معدي، لأن النبي أصلا لا يمرض أحد، الأنبياء لا تمرض بأمراض معدية، خد بالك، لكن إحنا نمرض بأمراض معدية، إحنا كبشر معتادين نمرض بأمراض معدية، ممكن تعدي الناس عن طريق الريق والنفس. النبي لا جميع الأنبياء يجوز في حقهم كل مرض، كل عرض كخفيف المرض، وخفيف المرض هو الذي لا يترك عاهة ولا يعدي الآخر ولا ينبني عليه رائحة كريهة أو تشوه. يبقى أمراض الأنبياء لازم يشترط فيها هذه الشروط، لأنه لو مرض بمرض معدي يبقى جاء الضرر من قبله، والله لا يجعل الضرر من قبل الأنبياء، كويس؟ فيمرضوا لكن أمراض غير معدية، وكذلك لا يخرج منهم رائحة كريهة لأنهم يكلمون الملائكة، فيبقى مرضهم لا ينبني عليه روائح كريهة أو صديد أو قيح أو شيء من هذا، وكذلك لا يترك تشوه فيهم. وكل ما قيل على سيدنا ايوب كله اسرائيليات، انه يقول لك كان يخرج منه القيح والدود ومش عارف ايه الكلام ده، ده كلام اسرائيليات يهود، لكن هو مرض مرضا شديدا وكان غير معدي وكان ظاهر، ظاهر يعني ايه له اثر في جلده لكن بغير تقزز ولا رائحه كريهه، فاهم؟ وفقد امواله واولاده كمان فوق ذلك، فربنا سبحانه وتعالى جعله مثالا للصبر
والرضا، وأن في آخر الصبر الفرج، فالله سبحانه وتعالى أعطاه وأبدله بصبره خيرا مما كان عنده وفقده من عافية ومن أولاد ومن مال. يبقى الإنسان إذا جاءوا إليه، إذا كان إنسان صالح وعنده مرض معدي وجاءوا إليه بطفل يحنكه يعتذر، لأنه مش نبي يعديه، فهمت؟ عنده دور انفلونزا، عنده كحة، عنده ضرن، عنده أي مصيبة سودة، فهمت إزاي؟ خلاص يقول لهم يعتذر، واخد بالك؟ ويدعو له، ويكتفي بأن يدعو له، واضح؟ إنما لو لم يكن عنده مرض معدي لا بأس، فهي سنة جميلة عظيمة لا يعرفها أهل مصر. أهل مصر إحنا عرفناها لهم بفضل الله، إحنا خدناها من الكتب وابتدينا ننفذها، فابتدى أهل مصر يعرفوا، لكن بلاد غير المصريين لا يعرفوا، مشهورة عندهم. يعني شوف ماليزيا يعرفوا التحنيك، ومصر اللي هي فيها الأزهر كثير من الأسر ما تعرفش التحنيك. يعني أنا خالي وعماتي أول ما ولدت ابني محمد بحنكه، بيقولوا إيه ده القرف ده؟ حد يعمل كده؟ أول مرة يشوفوها، وشوف هما إيه وعايشين. طول عمرهم يصلوا في سيدنا الحسين وفي الأزهر طول عمرهم، ورغم كده ما يعرفوش التحنيك، فاهم؟ ولما حلقت له شعره في 7 يوم ياه جم يعزوني كأني عملت جناية كبيرة. وليه كده؟ ليه كده تعذب ابنك؟ لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه، كأنها بقت مصيبة، لأنهم لا يعرفوا مثل هذه السنة للأسف. لكن بمرور الزمن بعد كده عرفوها، وبعد كده بقوا ما يجي لهم مولود يجيبوه لنا نحنكه بعد كده، لما عرفوا إنها حاجة جميلة ومش فاهم. يبقى لازم تعلم الناس، تحيي سنة جديدة، إحياء سنة جديدة دي عبادة كبيرة. يعني تلاقي الناس تجهل سنة وبعدين أنت تعملها أمامهم، مش تقول عشان ما يعرفوهاش بقى مش هعملها، لا اعملها وبين لهم ايه فضلها، وتبين لهم كمان. قالوا بس كده ممكن يعيا، قلت لهم انا لو عيان مش هعملها، هو الشرع ما قالش ان احنا نعملها واحنا عيانين؟ لو انا عندي برد زكام عندي مرض معدي مش هعملها خلاص، او ادي لواحد ما يكونش مريض ويكون من اهل القران وهكذا. يبقى كان اللي حذر اهل مصر منها ايه؟ انه خايفين لحسن يتعدي. طب ما هي السنه انك انت ما تروحش تحنكه عند واحد مريض اصلا، فهم؟ لكنها سنة جميلة عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المسلمين كبارا وصغارا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. يعني قبل عبد الله ده اللي حنكه كان ابو طلحه عنده ابن من ام سلمة صغير، خرج سيدنا ابو طلحه في غزوه من الغزوات او سفره من السفرات، وكان الصبي ده مريض كويس. فلما عاد، قصه مشهوره كل الناس حافظها، فلما عاد من السفر كان الطفل قد مات في الحين في وقت عودته، فام سلمة امراه حكيمه لم ترد انها تحزنه بمجرد مجيئه من السفر وهو مرهق وبقاله ايام واسابيع مسافر، انها اول ما يدخل تقول له ابنك مات، ما تبيتش تعمل كده زي الستات النكديه المصريات، ده لو ما كانش موجود قالوا بالموبايل عايزه تحزنه على طول، لكن ايه كانوا عندهم عقل. فاول ما دخل ايه اعدت له طعام وثياب نظيفة عشان نحساء السفر، كانوا بيسافروا طبعا مش زينا كده بنسافر في السيارات وطيارات، كان بيسافروا في الصحراء يبقى عليهم غبار السفر والعرق، فأعدت له ما ينظفه وما يأكله وما يشربه ويستريح. سأل أخبار الصبي إيه؟ قالت له أهدأ ما يكون، كلمة تعريض، أهدأ ما يكون، تحتمل إنه يعني خلاص فقد الحركة مات، وتحتمل إنه إيه زال عنه ألم المرض، فهو فهم ان الولد كويس، فاكل وشرب، وهي وهو بياكل ويشرب تزينت له. طبعا الزوجه ما يبقى بقى له مده بعيده عن زوجته يكون مشتاق لها، فهي تزينت له فاتاها كاتيان اي رجل لزوجته. وبعدما تم ذلك قالت له ان الله قد استرد عاريته. قال لها يعني ايه؟
قالت له إن ابنك قد مات فارق الحياة. قال أتقولين لي ذلك بعدما تلطخت بهذا؟ فزعل منه، فإيه اغتسل وذهب لصلاة الفجر عند النبي وراح يشتكيها للنبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب لكما، اللهم بارك لكما في ليلتكما. ففي الليلة دي حملت بعبد الله ده، فهمت بقى؟ الليلة دي حملت بعبد الله ده اللي جاء من نسله 10 من أهل القرآن. شفت بركة بقى إيه الرضا بقضاء الله وحسن إيه والحكمة في معاملة الزوج، يحدث منها بركات كده. قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض يعني، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان، يعني أهدأ ما يقول. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي، قالت شنو الصبي؟ فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، بيشتكي له تعمل فيا كده. فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم، يعني إيه؟ يعني تم إيه علاقة زوجية بينكم الليلة؟ أعرستم، وده برضه من حسن إيه لفظ النبي، يختار الألفاظ الجميلة التي إيه تدل على المعاني المخجلة، لأن برضه أمر مخجل إنك أنت تسأل راجل إنه قتل زوجته ولا لا، لكن النبي كان يختار الألفاظ الجميلة إيه التي تؤدي المعنى الذي قد يكون مخجلا في لفظ آخر. فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، أخذها من فيه بيده. يبقى فهمنا من هنا أن يجوز إيه التحنيك بالطريقتين، إما من الفم للفم مباشرة أو من الفم عن طريق اليد لفم الصبي. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمرضها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه يعني أدار أصابعه في جوانب حنك الصبي، أدي معنى حنك. وسماه عبد الله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، سمى إبراهيم وسماك نفسي يوم ولدته وحنكه بتمرة. يبقى كل ده إيه عشان يستدل على، لأن احنا عارفين أن النبي كان يسمي بعد أسبوع، فالناس افتكروا أن التسمية في يوم الولادة تبقى مكروهة، فالنبي بيّن أنها ليست بمكروه، لك أن تسمي يوم الولادة، بل حتى قبل الولادة ممكن تتفق على الاسم قبل الولادة خالص، مجرد المرأة معروف أنها حامل وقالوا لها اللي في بطنك ذكر، دلوقتي بالسونار بيقولوا لها ذكر أو أنثى مثلا، فتقعدوا تتفقوا قدامكم بقى 3-4 شهور تقعدوا إيه تتداولوا الاسم لحد ما تتفقوا على اسم من الأسماء، مفيش مانع طالما متفقين على الاسم خلاص، أول ما تولد تروح تعمل شهادة الميلاد على طول بالاسم. لكن لو مختلفين على الاسم بقى هتبقى مشكله، في بعض الاسر كده مخها صغير، هو عايز يسمي ابنه عبد الصمد وهي عايزه تسميه اوراني، ويقعدوا يتخانقوا هتوصل طلاق، يعني في ناس عقلها كده غريب الشكل. ففي الحاله دي بقى استنى اسبوع بقى لما الدنيا تهدى وسميه عبد الصمد ودلعه اوراني ومشيها الحال، يعني الحكايه سهله، فاهم؟ يبقى اسم شهره واسم في الشهاده ما يجراش حاجه. أصل إيه القرني؟ ويس القرني كان من التابعين الكبار المشاهير، المصريين ما يقول لك ما بيقولش القرني يقول لك قرني، فاهم؟ بيقول لك قرني يقصد ويس القرني، وأويس يسموه عويس،
عشان كده تلاقي بني سويف في وسط القرني ده مشهور انه مدفون هناك ايه قرب البرومبل كده، بلد اسمها البرومبل في طريق لبني سويف، بلد اسمها البرومبل. فالمنطقه دي بيجي لي منها عيانين كتير، معظمهم اسمه عويس يا قرني، تلاقي كتير قوي عويس. اول ما يقول لي اسمي عويس اقول له انت من بني سويف، يقول لي اه على طول كده، او قرني. فهمت؟ قرني جايه من ايه؟ من القرني. فالمصريين ايه خلوا اويس عويس وخلوا القرني قرني. فهمت بقى يا سيدي؟ فيمكن الست دي اهلها من بني سويف، انت اتجوزت واحده من بني سويف، انت عايز تسمي ابنك عبد الرحمن، هي بقى اجدادها يقولوا لها قرني او عويس، وهتتخانقوا مع بعض، انت شايف عويس ده اسم مش عاجبك. الحكايه بسيطه يا سيدي، سميه الاسم اللي تحبه وناديه الاسم اللي بتحبه هي، يبقى اسم شهره يعني. ماشي ماشي، الحكايه سهله يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعن ابي قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق قال اخبرني هشام بن عروه قال حدثني عروه بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قال خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء. أول ما وصلت المدينة من الهجرة كانت ستنا أسماء أخت ستنا عائشة على آخرها في حملها، في آخر حملها بعبد الله، فأنجبته فين؟ في قباء على مشارف المدينة. ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها، يعني قعدوا ساعة يدوروا على تمرة. شوف قد إيه قلة، كانوا لسه جايين المدينة وما استقروش لسه فيه. قبل أن نجدها فمضغاها ثم بسقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه، أو دي طريقة إيه؟ الطريقة بتاعت المج اللي هي المباشرة، الفم من الفم. فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه، يعني دعا له. مسحه يعني إيه؟ يعني مسح عليه إيه بيده الشريفة المباركة ودعا له، صلى عليه يعني إيه؟ يعني دعا له. وسماه عبد الله، وكان اول مولود للمهاجرين في المدينه، عبد الله بن الزبير. اول مولود للمهاجرين في المدينه هو عبد الله بن الزبير، تنفع فزوره من فوازير رمضان. وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين او ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه مقبلا اليه ثم بايعه. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، يعني في شهرها التاسع يعني، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام في دار الهجرة يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يعني يدعو لهم ويحنكهم.
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحنكه فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. وعن أبي قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتبه يعني زايد لما ادوا للنبي النبي انشغل في حاجة تانية فلما انشغل خلوه من عليه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتبه فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله يعني رجعناه. فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر لأن كان ابن عم أسيد اسمه المنذر مات في أحد شهيد فالنبي أراد أن يسميه على اسم ابن عمه الشهيد فسمى المنذر إحياء لذكرى هذا الشهيد. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به. فهذا الحديث بالرغم أنه حديث قصير إلا أنه أفرد بالتصانيف لأنه مليان أحكام فقهية كثيرة جدا. أبا عمير ما فعل النغير بس قال الحديث أفرد مؤلفات واستنبطوا منه أكثر من 100 باب من الفقه منها جواز تكنية الصبي وجواز تكنية من لم ينجب وأنها ليست كذبة فالنبي كان ومنها التبسط مع الأطفال ومداعبتهم وملاعبتهم ومنها جواز اللعب بالطائر الحي ما لم يعذبه لأنه كان يلعب بالنغير والنغير عصفور صغير أحمر المنقار زي طيور الزينة كده فكان بيلعب بهذا الطائر حتى مات فبكى فكان النبي كل ما يقابله يقول له أين النغير ما فعل النغير ويذكره بهذا النغير الذي كان يلعب به وهذا من باب التبسط مع الأطفال وحسن العشرة صلى الله عليه وآله وسلم. باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.